من الزيتون وشجرته المباركة منتج جديد هو الزبدة أو معجون ثمار الزيتون. خط إنتاج أفاد أكثر من 150 امرأة تعمل فيه من خلال جمعيات تعاونية متعددة، عدا عن 735 امرأة تعمل بشكل غير مباشر في باقي خطوط إنتاج الصابون والزيت. بيشتغلوا بإيدينا، هم مباشرة منتجين وفعالين معنا، والنساء الأخريات هم مستفيدات غير مباشرات، بيشتغلوا بنظام الساعات أو بشكل غير مباشر، أسرهم تستفيد من الدخل اللي بيحصلوا عليه. إحنا بنركز على المنتجات اللي أساسها زيت الزيتون، فبشكل أساسي عندنا زبدة الزيتون وصابونة الزيت الصلبة والسائلة. النساء المنتجات والمنخرطات في العمل مع منتدى سيدات الأعمال يأملن في أن يلاقي منتج الزبدة إقبالاً أوسع كما حال الصابون. عبارة عن معجون الزيتون، يعني البذور بتروح لحالها في مجرى معين لحالها، ما بتضل مع المعجون. ممكن إضافة نكهات اللي هي نكهة الليمون، نكهة الشطة، نكهة الزعتر، حسب الأذواق، سادة، حسب الأذواق. بس يعني إحنا المجتمعنا الفلسطيني بيحب دايماً الإشي اللي فيه ليمون، فإحنا بنحب الليمون. حملة ترويجية ستحظى بها زبدة الزيتون وستجوب المحافظات المختلفة مدة 40 يوماً من أجل تعريف السوق بها. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.